I arrived to the Braj refugee camp to show if the people start to evacuate the camp or not. I hope it's false information, but for sorry, no. And I'll enter the refugee camp to tell a safe area, or is safe, to show you how it looks from inside. And then go to find food for today and find water. The entrance of the Braj refugee camp is also bombed. It happened 2 days ago when we lost the connection. So, yeah, the destruction is everywhere in this refugee camp, because from the beginning of the war, they kept bombing and shelling. You see the buildings around. Until now, I'm not seeing anyone like evacuating or moving. For you to know, the people of the Braj refugee camp, they are not easy going, you know. So they will not be easy with the Israelis. So I'm now in the middle of the Braj camp. I'm with the people of the refugee camp. They just read the news from the early morning. They saw them on the Facebook and the post of the Israeli army. But they are asking themselves where to go. They are telling people to go to Deir el-Balah, which is my city, but it's full with people. People who evacuated from the north and Gaza City, as I said. But also there is elderly, there is sick people, there are people who can't leave, there is only place to live here. And they're asking themselves, yani, what will happen next? If they went to Deir el-Balah, they will be safe? No, no one is safe. So, كمان بده يوصل رسالة للغرب. بدك تترجم انت ولا انا بترجم؟ انا بترجم. احنا يعني كشعب قطاع غزة اترحلنا اجدادنا قبل نترحلوا قبل 70 سنة، واليوم احنا بعيد التكرار نفس المشكلة. المشكلة مش عندنا، المشكلة عند الاسرائيليين. لازم يفهموا انه هذا الشعب بده حقوقه، بده يرجع وطنه، بده اقول لك بدك يعني احنا رضينا رغم يعني القرارات الدوليه الجائره بحقنا، الا انه احنا رضينا بيها ورضينا باوسلو وابو عمار 30 سنه وفاوت فيه وفي النهايه ما طلعش معهم اي نتيجه. اليوم انتم قاعدين تضغطوا فينا، يعني وين توصلونا مثلا؟ اليوم انتم في عندنا 75,000 قتيل وجريح، شو بدكم توصلونا 200,000؟ طب بعد ال 200,000 حتقعدوا؟ يعني في النهايه هذا شعب بده يعيش زي ما انتم بدكم تعيشوا. احنا بنطالبش يعني دوله اسرائيل، على العكس احنا بنتعايش معهم، لكن كمان احنا بنتعايش محترمين كباقي شعوب الارض. بدنا كرامتنا، بدنا شعبنا، بدنا وطن يكون وطن، فهمت علي كيف؟ يعيشوا اطفالنا فيه سعداء. اليوم هم قاعدين يعني بيجبرونا على انه احنا يعني نسوي شغلات في كل مخيم. اليوم طب طالبني من وسط المخيم انه انا اطلع برا المخيم، طب لوين بدك توصلني يعني في النهايه؟ بدك توصلني وين؟ يعني بتحط 2 مليون نسمه 5 كيلو متر مربع، وهذه مشكله. هذه شغله. الشغله الثانيه، المؤسسات الدوليه والغرب اللي بدعي الديمقراطيه وبدعي حقوق الانسان، عند الفلسطينيين بطل يعني لا في مؤسسات دوليه ولا في حقوق انسان. احنا بنطالب الغرب انه يوقف هذه المهزله، هذه مهزله بحق العالم. يعني في 2023 لما احنا بنعيش هذه الظروف مهزله، اطفال تقتل على كاميرات التلفزيون، كل العالم بتفرج علينا وكل الناس مش يعني حدش رحم الشعب الفلسطيني. احنا اليوم لا نمتلك لا غذاء ولا دواء ولا طعام، اليوم اصبح الواحد لا يمتلك حتى قوت يومه. فاحنا بنطالب الغرب بالتحرك لانهاء هذه المهزله باي طريقه من الطرق، يعني بكفي بكفي بكفي. يعني احنا بالنسبه لنا زهقنا وسئمنا زي ما الشعب الاسرائيلي كمان زهق وسئم. احنا بدنا نعيش زي ما هم عايشين مش اكثر، بدنا حياه كريمه، بدنا وطن، بدنا حريه نتحرك، أي ادخل على المعابر اطير اطلع واي دوله اروح عليها بدون معيقات. يعني لحد 10 ايام صار لهم بدهم يتخذوا قرار بادخال المساعدات، وامريكا بتعيق القرار وبتعيق القرار بناء على ايش؟ يعني شو بتموتوا الشعب من الجوع؟ بدوش يموت عبر الطائرات الاسرائيليه، بتموتوه من الجوع وقله الادويه. يعني كل الناس انت شايف الناس في المخيم كلها اكبر واحد لا يمتلك 10 شيكل في جيبته، نتاج الفقر اللي هم وضعونا فيه والحال اللي هم وضعونا فيه. الاسرائيليين يجب عليهم التفكير.
شغل الانتقام والإبادة لن يأتي بنتائج له. هذا الشعب بده حقوقه. نضلنا نعيد ونزيد في كلام 75 سنة. احنا بنقول 7 أكتوبر ولا 8 أكتوبر. الموضوع صار له 75 سنة. وبريطانيا تتحمل مسؤولية هذا الكلام. واليوم أمريكا قاعدة بتحط علينا فوق ما اللي احنا فيه. احنا بنقول الغرب أوقفوا المهزلة. أوقفوا اللي بيصير في غزة لأنه كل فعل له ردة فعل. وحيصير أكثر من هيك. عشان هيك بنطالبهم اللي بيدعوا الديمقراطية والحضارة بوقف قتل الأطفال الفلسطينيين جوعاً وقتلاً عبر. From inside the refugee camp, the Quraysh refugee camp, people are still, they are not accepting the orders, Israeli orders. And let's say, till now they are not sure if it's right or not. معتبرين لقاء، مش لقاء هو يعني، بس شو حابة تحكي يعني؟ what do you like to say؟ مفتوح هذا؟ مفتوح، خفيش يعني ما سكر كل شوي بس احكي بدك اياه عادي. ايه؟ احكي عادي زي ما بدك، خفيشة. انا بحكي بس اي قناة بتنزل؟ هي مش قناة عندي انا شخصي يعني بشكل شخصي. بدي اقفل قناة. اتصل اعلى من القناة، خفيش. اوصل لكل العالم. احنا بدنا السلام، ما بدناش الحرب. احنا بنطالب في السلام، لأنه احنا تعبنا وتشردنا وجوعنا. معنا مسنين ومعنا اطفال. لمتى من انت من هنا ولا من غزه؟ من غزه. لمتى هذا؟ من في غزه؟ غزه حي الشفا. ايوه. إن شهرين واحنا مشردين، احنا تعبنا. تعبنا كثير كثير، تعبنا بصراحه، تعبنا. ما في عندنا صبر نتحمل اكثر من كده. لا في ميه ولا في اكل ولا في اي حاجه، ومشردين. لمتى هذا؟ احنا بنطالب في السلام، احنا بنطالب في السلام. احنا غير السلام ما بدنا اياه. ولا مع اي فئه. احنا مع رب العالمين ونطلب من ربنا ينصرنا، اكثر من كده لا. احنا بدنا السلام. امنين، احنا مدنيين امنين، بنطالب في السلام. معيد ارحمونا، الله رحيم في عباده، احنا بنطالب في الرحمه. All of these people don't have a place to go to if they all evacuate the refugee camp in this little girl. هذه وين تروح؟ وش تشي قوي يعني؟ أنا ميت شهيد هون. وين؟ هاي من هنا، هايو هايو. وين خلق فسفور ولا غاز زاد؟ غاز غاز غاز. So they are throwing gas, tear gas, I believe, on the refugee camp now. So. So they are throwing gas, so the people be scared and move. I hope they don't throw it on us. With the people to read it from the page of the spokesman of the Israeli army. آه هو نزل على صفحته يعني. أوكي نزل على صفحته. أوكي ولا إشاعات ولا إرباك. لو إشاعات كان الناس ما نزحتش من غزة يا خالتي. هو نزلوا مناشير علينا في غزة. ما تمام عندهم بنزلوا. هذول يعني ما في التدمير ما حدش بعوضكم. طب وين الروح؟ يعني هاي الفرق. وين الروح يعني؟
رحنا على الدير وين نروح؟ المدارس مليانة ومستشفى الأقصى مليان، شرادين من الشاطئ ومن غزة، وين من غزة ما لناش مكان في الدير، يعني وين نروح؟ ما لنا في مكان في الدير، هي وغير ما فيش مكان ما فيش وسع في الدير. اسمع اللي بصير هذا حرام، مش حط اولاد، هذا اللي بصير حرام. وين نروح؟ ولا الله راضي فيه من الشاطئ، وين نروح؟ انا شارد هذا اللي بصير، شرط عن صراط، وين نروح؟ الله ما بيرضى فيه هذا يا جماعة الخير. خلوكم مكاننا، يعني احنا بدنا نطلع بس وين؟ ادونا مكان نروح عليه. هذا يا جماعة الخير، خلوكم مكاننا، يعني احنا بدنا نطلع بس وين؟ ادونا مكان نروح عليه. موافقين نطلع، واي مكان بنروح عليه لا في اكل ولا في شرب ولا في مأوى، بدناش مأوى. هم مش حاسبين حساب لهذا الاشي، صرنا في الشوارع احنا زي الكلاب عايشين. عقد صلاح الدين نمت ليلتين انا واولادي ومرتي وامي، يعني احنا من بنحكي كفى، احنا بنطالب النجدة من عند رب العالمين مش اكثر، لانه ما حدا حيرحم فينا الا ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. والرحمة بنطلبها من ربنا، بنطلبهاش من العبد، بنطلبها من رب العبد. معي احنا متنا، يعني اللي استشهد عرف حاله، اما احنا تحت، احنا هنا على الارض احنا بنموت، اللي استشهد عرف حاله لانه عند ربه، فارحم في يد ارحم الراحمين. اما هنا العبد مش رحمنا بصراحة. معي معنا مسنين ومعنا اطفال ومعنا حوامل، وين نروح؟ في الشوارع بنا؟ في الشوارع احنا دايما وين كلامك؟ وين شفناك في الشوارع؟ ولا في مال ولا في رواتب ولا في